السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زملائي الأفاضل وحبايبي، أنا اسمي وليد علي الباز، أنا أستاذ الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية بكلية طب جامعة بني سويف، وزميل الكلية الملكية للجراحين بأيرلندا. أحب أكلم حضراتكم على جزء في تخصصي مهم جدا، وهو تشخيص المريض. المريض بيجي بشكوى، واحنا الشكاوي بتاعتنا في الاوعيه الدمويه يا اما الم في اثناء المشي، او الم في الاقدام عموما او الساقين او الاطراف، يا اما تغيير في اللون، ازرقت ابيضت مش عارف ايه كل ده، يا اما تغيير في الحراره، رجلي بارده، وحتى المواسم الشتاء دلوقتي بقت فيها برود عالي. احنا هنتكلمكم النهارده بقى، بس انا احب استرس على حاجه مهمه جدا، ان حضرتك ما تعتمدش على الايمجينج. يعني انا هكلمك على الايمجينج وعلى التصوير الطبي، لكن انا عايز حضرتك لازم تاخد العيان بطريقه سيستماتيك. المثل بيقول امشي عدل يحتار عدوك فيك. تمشي عدل يعني ايه؟ يعني تقعد مع العيان وتدي له وقت، وتاخد منه هيستوري كويس، وتاخد منه زي ما قلنا البريزنت هيستوري والباست هيستوري، وتعمل اناليسز للكومبلين كويس، لانه في خصوصا في البين بتاع الاوعيه الدمويه، وييجوا ناس عندهم اثيروسكلروزز بس ما يبقاش البين اللي عندهم منه ده، ساعات يبقى من اللامبر ديسك والظهر، فانت لازم تبقى عارف تفرق. فده بيجي بالهيستوري. بعد الهيستوري لازم تعمل اكزامينيشن، وانا برضو لازم تعمل جنرال اكزامينيشن دونت اوميتد بما فيهم الفايتال ساينز، وتعمل اللوكال اكزامينيشن بتاعك كويس. نيجي بقى للخطوه بتاعت الانفستيجيشن. انتوا ادرى مني انه الانفستيجيشن يا اما جزء في المعامل، وده ممكن نبقى نتكلم عليه بعد كده، وجزء في التصوير اللي هو الايمجينج. والجزء الايمجينج دون بيشمل نوعين، بيشمل حاجه اسمها نون انفيزيف، يعني ما بندخلش حاجه او ما بنستعملش حاجه مؤذيه للمريض، طبعا برضو انتوا عارفين الكلام ده، او انفيزيف. النون انفيزيف احنا عندنا يا اما نسمع الشريان، ده اسمه الدوبلر. دوبلر ده كان خواجه واقف في محطه القطر، الراجل لاحظ في سنة 1800 وحاجة انه القطر وهو جاي صوته بيعلى، وهو طالع صوته بيقل، فسماها دوبلر فينومينا. اتاخد منها كلمة الدوبلر، وبقوا يسمعوا الكرات الدم الحمراء وهي ماشية في الشريان او الوريد، دي اسمه الدوبلر. يبقى الدوبلر ده بنسمع منه. طيب جم عملوا حاجة اسمها التراسونيك اللي هي السونار. طيب السونار عملوه عشان كان برضو طبعا اغلب التقدم في الطب حصل في الحروب، فالالتراسونيك اتعملت علشان الغواصات بتاعت ألمانيا ما اخترعوها، قام اخترعوا لهم التراسونيك عشان يشوفوا الغواصات تحت البحر، اخدوها في الطب، بقينا نشوف بيها الكبد الليفر والمرارة والحاجات دي، فبرضو ابتدوا يستخدموها في انهم يشوفوا البلود فيسلز سواء كانت فينز او ارتري، ويشوف الوول بتاع الارتري اخباره ايه، هل هو اثيروسكلروتيك، هل هو اكلوسيف، هل هو دايليتد ولا انيوريزمال، كل ده. بعدين عملوا كومبينيشن ما بين الدوبلر والسونار، يعني جاب الجهاز اللي بيسمع وركبه على الجهاز اللي بيشوف، سماه ايه؟ سماه دوبلكس. خلاص، وبقى فيها حاجه اسمها كولر كودد دوبلكس. يعني ايه بقى كولر كودد دي؟ كولر كودد يعني هو اما يجي يقيس السرعه بيعرف بالكولر بتاع الـ مش الاحمر يعني شريان والازرق يعني وريد، لا، ده بيبقى مقياس الفيلوسيتي بتاعت البلاد في الوعاء او في الفيسلز، فده اسمه دوبلكس او كان بيسموه كولر كودد دوبلكس. دي الحاجات النون انفيزيف. نيجي حاجات ما بين النون انفيزيف والانفيزيف اللي هي زي السي تي انجيو. يعني ايه سي تي انجيو؟ طبعا حضرتك عارف يعني ايه سي تي، كمبيوتد توموجرافي، كمبيوتد اكسيال توموجرافي. بقينا نحقن صبغه بريفرال في الفين، الصبغه تلف تروح للشرايين او تروح للاورده، والكمبيوتر بيعمل ريكونستراكشن وبيدي حضرتك الصوره اللي حضرتك بتشوفها. بس انا عايز انبه لانه كل حاجه يا جماعه ليها فالسز، وما تيجي تقرا السي تي انجيو لازم تقراه في الترانسفيرس سيكشن، مش بس الصوره الحلوه الجميله اللي هو بيعملها لك ويعمل لك ريكونستراكشن، لا، حضرتك لازم تشوف الكاتس بنفسك.
عشان تعرف ايه اللي في البلاد فيسلز فعلا. وبقى في ارتيريوجرافي او انجيوجرافي متقسم لارتيريوجرافي والفينس كمان. احنا دلوقتي رجعنا بنشتغل فينوجرافي بس برضو سي تي علشان احنا بقى عندنا انترفنشنال في الكرونيك فينس ديزيز. طبعا انا نسيت اقول لحضرتك انه مهم جدا في الدوبلكس الفينس سواء تشخيص الديب فين ثرومبوزز سواء تشخيص الفاريكوز فين ومعرفه اذا كانت برايمري ولا فينس وايه السورس بتاع الانكومبتنس والريفلكس. طبعا برضو في النقطه او في الحته اللي ما بين النون انفيزيف والانفيزيف اللي هو احنا اتكلمنا عن السي انجيوجرافي وفي الام ار. الام ار انجيوجرافي اللي هو ماجنتيك ريزونانس انجيوجرافي وده في وذ داي يعني بيحقن صبغه وفي وذاوت داي. وامتى طيب نستخدم الام ار اي؟ لو مش قادرين نحقن صبغه نتيجه الجنرال كونديشن بتاعت العيان في عنده رينال فيلير رينيا بتاع نقدر نعمل ام ار اي من غير صبغه. وبعد كده نيجي بقى للكونفنشنال انجيوجرافي اللي احنا كجراحين اوعيه دمويه رجعنا نعمله ونستخدمه قبل ما نعمل الاندوفاسكولار ثيرابي اللي هو بنخش في الفيسل اللي احنا عايزينه سواء كان فين او كان ارتري. وطبعا يستحسن تخش جايدد بالدوبلكس يعني انت عندك ادوات لازم تستخدم كلها لمصلحه المريض عشان تقلل المضاعفات فيه بدل ما تقعد تعمل بانكتشر واحده لا وتقول جات وما جاتش. طب ما يا اخي جيب الدوبلكس واشتغل بيه وشوف ودخل ابرتك واعرف انت دخلت فين وتدخل عليها حاجتك وتبتدي تعمل التصوير بتاعك. في النهاية أنا سعيد أن أنا اتكلمت عن هذا الموضوع لحضراتكم بطريقة مبسطة لكن أعتقد أنها طريقة إن شاء الله تديك فكرة تفتح لك الموضوع بحيث أنت حضرتك لما تروح تقرأ هتقرأ هتبقى فاهم الفلسفة بتاعت الكلام اللي أنا قلته. شكرا لحضراتكم. السلام عليكم.